الكاتبة هيام يونس، مغنية وممثلة سينمائية من لبنان، ولدت في العام 1948 وأسهمت في تشكيل المشهد الغنائي في الأردن منذ ستينيات القرن الماضي. شكلت هيام يونس حضورها الجميل في العديد من الثنائيات المشهورة مع الفنان الأردني الراحل عبد موسى، ومنها أغنيات جدلي يم الجدايل، سافر يا حبيبي وارجع، يا طير يلي طاير، مثلما غنت منفردة العديد من الأغاني الأردنية ومنها أغنية أهديك ما أهديك، كلمات الشاعر الراحل خالد محادين وألحان روحي شاهين، وأغنية تعلق قلبي. هيام يونس من عائلة فنية معروفة ذات صوت ناعم النبرة والإحساس، عشقت الأردن وتغنت بتفاصيله على مدار مسيرتها الفنية الممتدة، مثلما قدمت للشاشة العربية العديد من الأفلام السينمائية من مثل قلبي على ولدي مع زكي رستم، وفيلم إلى أين، لتغدو صفحة مميزة في دفتر الإبداع العربي.